السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم في الجزء الثاني من طرز المردوخ. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله غنديروا التتمه ديال هذا الطرز كبدايه. ان شاء الله كنكون جبت خيط ما برمتوش، خليته على ربعة وعقدته من تحت، كندخله وكنبقى نمشي ونجي في الطرزه نفس الطريقه اللي درنا قبيله. حاول ندير مربع تاني فوق من هادي كما كتشوفوا. وكنطلع شويه هنا تاني هنا في هذا المربع. بنفس الطريقة كنعمر المربعات كاملين، ديما كنحاول نمشي على شكل درجات. كما كتشوفوا بنفس الطريقه كملت هذا الصف، ديما مربع هابط مربع طالع، كنمشي بحال الزيكزاك. غادي نرجع تاني كنجيب اللون الاخر وكنبدا بنفس الطريقه كنبدا ديما راه بنفس الطريقه، غير انا كنبقى نبدل الالوان. صافي بنفس الطريقه كنبقى نمشي.
ديما كنراجعو عند الاخر ديال هادي وكنمشيو بنفس الطريقه حتى كنكملو باش ما نبقاش نطول في الفيديو، غنكمل هاد الصف عاوتاني ونرجع لكم. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطرز ديالنا. كتبقاو غاديين بنفس الطريقه، مره كديروا هاد اللون مره هاد اللون مره هاد اللون مره هاد اللون حتى كتكملوا المربع كامل. هو ما كيجيش غير في المربع، كيجي باشكال مختلفه ان شاء الله نطبقوا معكم في شكل اخر. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.